اهلا 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 الغزالات ديالي، السلام عليكم. اهلا البنات الخواتات الميمات، اش كتعاودوا؟ لاباس عليكم؟ هانين؟ اموركم مزيانه؟ المهم نهار جديده البنات وفيديو جديد معاكم، ومرحبا بكم اختي في القناه. الناس الجداد والناس القدام وكل شيء اختي مرحبا بيه، ربي يحفظكم البنات، ربي يحفظكم. ما بقى والو اختي، وتبارك الله بدا بدات القناه كتطلع. شكرا ليكم بزاف بزاف. ومهم البنات ما بقى لينا والو، نكملوا 100 كا. اللي عندها شي صح صاحبتها ولا صديقتها ولا اختها ولا تبارطاجي القناه باش اختي توصلني 100 كا. والله الا البنات غنكون فرحان، اختي تكون هي فرحه كبيره. ايوا اختي، هاد الفرحه هادي بيديكم نتوما، بيديكم نتوما. لا بغيتو تفرحوني تكملوا ليا 100 كا، يجيني الدرع. هي البنات راه ماشي غنتخلص، ولا والله ما غنتخلص، ولا غير اختي ملي كيجي الدرع بسميتك وبسميه القناه شي حاجه زوينه اختي. انا نجيب هذاك الدرع انا ونعلقه. صراحه كان ما بقى والو، ما بقى قد ما فات يعني، ما بقاش ليا بزاف، بقات ليا على ما اظن 13000 هي اللي بقات ليا. ايوا الحمد لله، راني غاده، راني غاده اختكم. الحمد لله اللي كنديرها في راسي ربي كييسر ليا فيها وكيسهل ليا فيها، الحمد لله. والله ييسر ليكم حتى نتوما، والله يسهل عليكم حتى نتوما البنات. وكيف ما كتفرحوني بغيت ربي يفرحكم. ايوا الغزالات، بزاف الاخوات اللي قالوا لي ما حطيتيش لينا الرقم ديال الولد اللي كيصايب لك في هذا في الصالونات في المغرب. البنات غنحط لكم، هو راه قولوا قرب يكمل، غنحط لكم هذا خلوا لي سلطات الكماله صافي، راه وجدهم، وجد المسيندات كلشي غنحطو لكم تشوفوه. وغنحط لكم الرقم ديال هذا الولد، ولد اللي سنقول لكم البنات هو الاب ديالو هنايا صاحب زكريا، وتبارك الله عنده شي خاطر، اصلا بقي صغير عنده شي خاطر والصنعه تبارك الله في يده. ما نقولش لكم البنات، اي حاجه كيصورها ليكم وكيصيفط ليكم، وما كيتعطلش في الخدمه ديالو يعني، حريفي حريفي البنات. واي حاجه كيصورها ليكم هنا فاش عجبتني الخدمه ديالو، انه اي حاجه كيصيفطها ليك يعني، من يبدا بالديتاي البنات كيصيفط لينا هادي كيف دار ليها وهادي كيف دار ليها، ولبسين الناس باش عمرهم وكل شيء تبارك الله عليه. وبالنسبه للكريسي حتى واحد كنت هازه انا شي فوطو وحط لي خدمته، هو فين تبان داك الشيء اللي مسكرينيه ليه انا. دابا انا كندخل البنات سول جوجل بحال هكا كنصور ليه وكنحط لزكريا وكيصيفط لي. عفتو البنات راه ملي كيحط لي داك الشيء ديالو، والله الا كنسين في داك الشيء اللي كنسكريني بحال هكا متصاور في جوجل وهادي، لا تبارك الله عليه. البنات غنخلي لكم الرقم ديالو بحال هكا، شي اخت بغات تصاوب شي بولتروني ولا بغات تصاوب صالون رومي ولا، البنات غنخلي لكم ان شاء الله الرقم ديالو تواصلوا معاه. راه صراحه الله يعمر ليه الدار البنات والمعقول، حنا كنقلبوا على المعقول حيت راه ما بقى معقول. والله البنات انا مني هاد الصالون خرجها مني في المغرب شويه هادو المهم اللي كتكون عندهم الصنيعيه، انا بعدا القريعه البنات زعفوني صراحه في هاد الصالون، راه ما نقولش لكم بس صايبوا لينا والوقت ما كي هذا كلمه، وحنا كنقلبوا على الكلمه اللي عنده الكلمه. هادشي اللي كاين الغزالات ديالي. صافي انا اختكم بعد ما جمعت روينتي غندوز هنا اختي، صافي راني جففت البنات الدار كامله. الله يا اختي الله، كتقول لي الكبر زينه البنات، ولكن راه العذاب راه عرفتي شنو بدا يتجفي، ماشي بحال كانت عندك الدار صغيره بزربه تزربي عليها، الدار الكبيره راه كتبقى تعذفك اختي. راه ما تجفي، راه ما تصيقي، والله الا البنات العذاب اختي العذاب. باقي لي اختي الشطابه والله الا ديال هكيويه بزاف الاخوات، شريها زهره شريها، والله البنات راني حاطه عيني ان شاء الله راني غاده نشري الغزالات لهري خصكم. واللي عندها بحال شي صوره ديال شي هذه شي شطابه ديال الضو زوينه سكرينيها ليا، اللي عندها الرقم ديالي تصيفطها ليا. بالاختي ما نمشي نجيب بناتي من المدرسه، رديت الغدا وكل شيء قبل ما نمشي نجيبهم، عاد ندوز نشارك معكم ندير لهم شي حاجه لكوتي ونتقاسمها معكم. ودابا غندوز نجاوب بزاف الاخوات اللي كانوا سولوني على هذا البرودوي هذا سكرينيو. بزاف الاخوات البنات هذا راه بيو بزاف الاغيزه راه لا ديري لي قال. المهم هذا البنات واخا كتقيسيه بايدك ما كيدير لك حتى حاجه، بيو شي حاجه طبيعيه. كيف قلت لكم البنات هو غبره بيضاء
كيف ما كتشوفوا فيه البونجة ديجا، هذيك البونجة هي باش كتهزي كتسرديها وكتهزي، وهي باش كديري فين تقدري تلقايه. البنات انا شريته من السوق، في الاسواق اللي كيجيو فيها بحكم بعض المرات كيجيو فيها الشركات. هذه شركة ما عرفتش شنو سميتها، هو كيجيو بحكم في السوق وكيوري البرودوي ديالو، كيعرف بالبرودوي ديالو، هاك الشيء اللي كاين البنات. بشحال خديتو؟ خلاه ليا البنات، هو داير ليه ديال تشاورو، هذا داير لي ديال تشاورو، نخلاو ليه مات بسبعه ولا تشكوانطه، بقات عندنا الصفر بسبعه ولا تشكوانطه باش خلاه لينا باش خديتو. صافي هادشي اللي كاين. المهم في السواق انا خديتو البنات، تلقاو في السواق الاخوات اللي هنا في ايطاليا تلقاو في السواق، في المحلات ما عرفتش واش يكون ولا. المهم سكريني وشوف، انا خديتو من السوق. وبزاف البنات كيقول لي السكرين سكريني، وها البنات انتم الله سكريني شفتو ديال الحامض، اش تقدروا تلقاوه البنات؟ تقدروا تلقاوه في المحلات، هذا المحلات بحال ايبيركوب. رجعت معاكم غندوز نشارك معاكم الكوتي البنات، خصكم رجعت دابا، كان ضروري الكوتي ضروري. صراحه في العشيه، في العشاء ما كنديرش شي حاجه البنات كثيره، غير شي حاجه خفيفه كنديرها لهم، وبعض المرات ما كندير لهم حتى حاجه، كياكلوا دانون ولا شويه ديسير صافي وكيمشيو ينعسوا. كنتهنى واصلا الكوتي كتاكلي فيه دابا راه نهار طوال، ماشي بحال في الايامات الاخرى. المهم هنا البنات عندي بغيت نشارك معكم هذا القمح، هذا ديال السيمولا ديال البنات اللي هنا، اللي هنا في طاليا ليدل. البنات بان ليا مزيان، ما بقاش كيف الاول، في الاول ما كنشوفوش عاد علم زوينات وصفر، شوف عاد صفر زوين عاد يبان ليا حسن من ديال يمدي. وجو درته في الخبز، الخبز جا كيشهي، جا خبزو علم زيناته. دابا غنجربو في البطبوط معاكم، كنت خديتو رخيص البنات، كانت فيه تخفيض وخديت منه كميه كثيره، والصدق زوين صراحة عجبني، بان ليا حيت طابقته مع ديال إيمدي ومع ديال أورو سبين، بان ليا هذا صفر عليه وحرش عليه. إوا غنجربوه دابا في البطبوطة البنات، غندوز ندير شوية البطبوط عامر، وغندير البنات بطيبيط صغير عامر، وغندير بطيبيط عادي بحكم بالعسل والزيت. هنا عندي البنات نفس القياس ديال القمح ونفس القياس ديال الفورص، بحال ديري جوج زيف فورص وجوج زيف القمح، هذا هو القدر اللي درت أنايا صافي. ودرت شوية الخميرة، درت شويه الملح على حساب الذوق، وغندير البنات واحد المنعقه كبيره ديال الزيت، ديال الزيت العاديه صافي. وغندوز نعجنو نخليه يتسلك مزيان مزيان، وغنرخفو شويه، ماشي كنخليه قاصح، كنرخفو البنات تتبان لك العجينه كتلصق في اليد، كتلصق في اليد البنات. هانتوما معايا غزالات، رجعت معاكم هانتوما البنات، من بعد ما عجنتها ودلكتها مزيان، وبالنسبه للعجينه ديالها كنبقى نضيف الماء بشوي بشوي، ماشي كنضيف الماء كامل لا، كنضيف الماء بشوي بشوي، كنخليها العجينه تدلك بحال كيف كتعجني في القصريه، تبقاي تضيفي بشوي بشوي، تضيفي في الماء بشوي بشوي البنات. وبالنسبه للعجينه راه كتلصق في اليد، كنأكد عليها كتخليها تتلصق في اليد، ها انتما البنات شوها كتلصق ليا في يدي صافي. غندوز البنات دابا نغطيها ونخليها تخمر على خاطرها، نخليها تخمر حتى لثلاثة السوايع حتى ربعة السوايع البنات، نخليها تخمر على خاطرها. المهم ماشي غير تزربي عليها لا، كتبغي تخمر على خاطرها البنات صافي. هنا البنات باش غنعمر اختي البطيبيط، داكشي اللي عندي، اللي عندي المهم اللي عندك غديريه. انا عندي درت البنات غير واحد البصيله درتها في الهاشوار، واحد نصف فلفله كبيره، والعطريه درت سكين جبير، الخرقوم هذه الفلفله مطحونه، وشويه الكفته غير شويه ما كثرت ما والو صافي. ومليحه البنات وشويه الزيت باش كنشحر صافي. وتقدروا ديروا البنات خيزو ولا القرعه، المهم اللي عندك، ما اللي عندك تقدري ديري صافي. البنات رجعت معاكم، هانتوما من بعد ما خمرات عندي العجينه، شوفوا البنات هانتوما خمرات صافي. غندوز دابا نلولبها وانتوما معاك صافي. هنا الغزالات رجعت معاكم البنات، راه بحال هذا الكوتي هذا كيهنيك من العشاء، كوتي وعشاء نقلبوا على الساهله اختي هكذا باش بالزربه تجمعي اختي، غير ديري ليهم كوتي على حق وطريقه صافي، وتجمعي روينتك وتجمعي كوزينتك وتدوزي اختي تجلسي شويه تشدي الراحه شويه. ايوا شنو نقول لكم الغزالات،
صافي هنا راه حطيت المقله كتسخن مزيان مزيان، كنرشها بشويه الزيت صافي، وكنخليها البنات على خاطره، ماشي كنقلب بالزربه لا، صافي كنخلي البنات الثانيه بديت كنطيب فيها البنات. انا كنخليه ما مجهدش البوطه، البوطه غير متوسطه، وكنخليه تيبانوا ليا الفوق وعاس كيف ما كتشوفوا. ها هانتوما البنات صافي اختكم، وكنقلبوا صافي. هنا الغزالات كيف ما كتشوفوا البنات بديت كنعمر في البطيبطات الاخرين، هذا البنات كيجي لذيذ وكيجي خفيف وزوين. صافي حتى هو البنات بديت كنعمر، تا كنعمر كلشي عاده كندوز نبدا نبسط فيه ونبدا نطيب فيه، غنطيبو حتى هو في المقله البنات. وبعض المرات راه كنطيبو في هذيك غير حيت ما عنديش بزاف هذيك البياسترا ديال الضو، غير انا دابا ما عنديش بزاف صافي غير في المقله الثقيله. المهم الغزالات رجعت معاكم بعد اختي ما كملتها، انتما الناس الطيبين، وهذا حتى هو الناس بالعسل، وغنديرو بالعسل وما كلتش اختي بالزبده والعسل، ولكن ما عندي الزبده. هذا حتى هو كيجي زوين، كيجي عامر، انتما كيفاش كيجي كيفاش كيجي؟ ماما طيبه صبري ايوا. هنا الغزالات غنحبس معكم الفيديو، غنقول لكم تهلاو في ريوسكم. الغزالات قبل ما ندوز اختي هاد التواب اللي وصلوني، هذا اختي عجبو الوالده، غندوز عرفتوا البنات انا دايره ديالها كنخزنها هنا وهنا، حتى شي نهار غندير لكم فيديو جبد غنجيبو الخزن غنجيبو الخزن. ايوا حتى الاخر ملي نوصل للكواله وقادي ولكن عندي الكواله اختكم، اختكم عندها الكواله. البنات هاد التويبات هادو هادو كنت خديت منهم العام اللي فات، العام اللي فات كان خديت منهم شي ربعه شي ربعه، ودارت منهم الواليده كسيوات. هادو خيط خيط البنات مبرد، عرفتوا داك الثوب المبرد البنات المبارد، ودارت منه الواليده دارت منه على ما اظن هذه جلينيبه، دارت منه جلابيه عرفتوا بارده وجات عالم زوينه. ودابا ملي جابوا هاد الثوب وحكوا صيفطوا للواليده قالت لي وانا خدي لي منه، ايوا خديت هاد جوج لوينات. شوفوا البنات خديت هاد الخديدر، هادو عندي البنات كنبيعهم، هادو تويبات ديال الخيط تمام مناسب وزوينين، هادو يجيو كسيوات، هادا يجي كسيوة على مزويناتها. ماما انا خرجت برافو يا كيف قلت لكم البنات عجبهم اختي البطبول. كيف ما شفتوا البنات يعني راه برد هذا، هادو شو تويبات كيف دايره نقدر دابا غيبان لكم مزيان مزيان. ايوا اللي بغات اختي بغيتو بحال هاد التويبات هادو ديريهم بحال واحد الوالده اكثريه كتخيط بزاف، خاصه في الصيف كسيوات هادو كديرهم كتخيطهم. ايوا اختي سقت خديت لي هادو ونخزنهم هنايا، قلت لكم هاد الخزنه هادي خاصكم راه تجي ودك تجي ودك تجي ودك حتى النهار الاخر. المهم حتى شي نهار راه شوف شوف اختكم نجيب وقتكم ودك هنايا حتى الاخر 100% ونفعني هذا والله تنفعني البنات. ايوا حتى الاخر اختي عاد غادا غندير نجبدو نجبد معاكم البنات نشوفو اشنو فيه. صافي هنا غنحبس معاكم فيديو الغزالات، نقول لكم تهلاو في ريوسكم، تنساو دائما انني نحبكم في الله، قبل عليكم يا اختي وقبل المتتبعات وقبل الاخوات الزوينات وحده وحده. المهم مكانش نعنق وحده وحده، كاع الاخوات اللي كيبغيوني وكاع الاخوات اللي كيصيفطوا ليا ويظهر كنموتو عليك، ربي يحفظكم ولا لي خطيكم عليا كاملات كاملات كاملات. قبل عليكم تهلاو في ريوسكم.